أثرية ربطت بين أهل الخليج وبين اللؤلؤ وعالمه، فالطلب على اللؤلؤ كان قد جلب ثروة تقدر ب40 مليون دولار سنويا لدول الخليج العربي في أوائل القرن العشرين. لكن وبعد أن ظل اللؤلؤ لقرون مصدر رزق للعديد من العائلات وهدية ثمينة تتصدر قائمة الهبات الغالية، بدأت هذه التجارة بالتراجع. ففي عام 1928 أخذت تجارة الغوص وتحديدا في الكويت بالانحطاط، وبعدها بسنوات كانت الطامة الكبرى والمصيبة العظمى التي عرفت قديما باسم نكبة الغوص. تعود أسباب النكبة لعدة أمور، أولها ظهور اللؤلؤ الاصطناعي الياباني لرخص ثمنه وأيضا لتناسق شكله أثر في تراجع اللؤلؤ الطبيعي، الغش التجاري وقيام بعض التجار بخلط اللؤلؤ الاصطناعي مع اللؤلؤ الطبيعي، والحرب العالمية وحصول الضائقة المالية آنذاك وانصراف الناس عن استخدام الكماليات واقتناء اللؤلؤ. أيضا كان لكثرة العرض وقلة الطلب على اللؤلؤ الطبيعي أدت إلى انخفاض قيمته الشرائية، وعدم وجود أيضا تنسيق ما بين التجار واتفاقهم على سياسة معينة لبيع اللؤلؤ. دعونا نعود للسبب الأول، أسباب النكبة، وهو ظهور اللؤلؤ الاصطناعي. يعود الفضل في ظهور اللؤلؤ المستزرع أو الاصطناعي للياباني ميكيموتو كوكوتشي، والذي استطاع في عام 1893 بإنتاج لؤلؤ صناعي شبه كروي بعد عدة محاولات استغرقت معه 12 عاما، وعرض إنتاجه في النرويج في عام 1897، لكنه بدأ بالتجارة والحصول على المال بعد ذلك في الإنتاج بشكل تجاري، استطاع أن ينتجه تجاريا حتى عام 1920. نلقي نظرة الآن على أفضل أنواع اللؤلؤ. يتم تقسيم اللؤلؤ حسب المحار الذي يتم استخراجه منه. هناك المحار المالح وهناك المحار من المياه العذبة. المحار المستخرج من المياه العذبة يستخرج من إحدى الرخويات التي يطلق عليها ميليجرينا. أما لؤلؤ المياه العذبة يوجد في رخويات فصيلة أونيو. بالنسبة للمياه العذبة، الصينيون هم الذين يحتكرون إنتاج اللؤلؤ من المياه العذبة إلى الآن. أيضا يصنف اللؤلؤ حسب حجمه وجماله وجودته ولونه. بالنسبة لحسب الحجم، هناك الكبيرة والتي يطلق عليها الرأس، المتوسط ويطلق عليها البطن ثم الذيل، والنوع الأخير والذي هو أصغر الأنواع يطلق عليه السحتيت. أما إذا أردنا أن نتعرف على أنواع اللؤلؤ حسب جماله وجودته، يتم أيضا تقسيمه إلى نوع اللؤلؤ الجيون، وهي كلمة هندية معناها اللؤلؤ الجميلة. يعتبر أفضل أنواع اللؤلؤ مرتبة وبه نسبة من المياه وهو كامل الاستدارة. يأتي في المرتبة الثانية حسب الجمال والجودة لؤلؤة اليكة، وهي أقل من الجيون لكنها غير تامة الاستدارة. وفي المرتبة الثالثة القلوي، وهي تكون عادة مشربة بدرجة معينة من اللون الأزرق أو الأحمر. هناك أيضا حسب الجمال والجودة لؤلؤة البدلة، تميل بلونها نوعا ما إلى الزرقاء وهي غير منتظمة الشكل، وسجني وهي تشبه بيض الحمام من حيث لونه وشكله، منه القصير والطويل. وأخيرا الخشرة، هي أقل الأنواع وكثرة عيوبه عادة ما تجعله الأقل سعرا ويباع عادة بالجملة. حسب اللون، هناك ما يطلق عليه المشير الأبيض المشرب بحمرة وردية، وهو أحسن أنواع اللؤلؤ من حيث اللون. يأتي بعده النباتي، وهو به صفرة مثل لون سكر النبات، والزجاجي أبيض ناصع البياض براقة كأنه شفاف. ما زلنا حسب اللون، هناك السماوي مثل زرقة السماء الصافية، والسنبقاسي وهو أيضا لفظة هندية يشتد فيه الأزرق أكثر من السماوي، والخضراء لونها أكثر خضارا وهي أكثر رداءة وأقل قيمة. إلى الآن ما زالت أستراليا هي التي تتصدر الدول الأكثر إنتاجا بالنسبة للؤلؤ الاصطناعي، تليها جزيرة تاهيتي ثم الفلبين، واليابان هي الأشهر فيما يخص الإنتاج الاصطناعي، لكن بدأت الصين تنافسها بإنتاج لؤلؤة اصطناعية يطلق عليها لؤلؤة أكويا.
بالنسبة للدول الأكثر إنتاجا للؤلؤ الطبيعي، المملكة البحرين هي الدولة على رأس الدول المنتجة له، هي لا تستورد أي نوع آخر من اللؤلؤ سواء المستزرع أو الاصطناعي. إذا أردنا أن نتعرف على الفروقات بين اللؤلؤ الاصطناعي وبين اللؤلؤ المستزرع، اللؤلؤ الاصطناعي يصنع من البلاستيك أو الزجاج، لكن المستزرع عادة يعتمد على مواد طبيعية مستخرجة من اللؤلؤ. يمكن التفرقة بين المستزرع والطبيعي فقط عن طريق أشعة إكس. إلى الآن لا تتوافر أي أرقام دقيقة عن مساهمة تجارة اللؤلؤ في اقتصاديات منطقة الخليج، لكنها تشكل 2% من حجم تجارة المجوهرات في العالم، وحسب الإحصائيات الأخيرة 146 مليار دولار حجم هذه التجارة، معظمها يعتمد على اللؤلؤ الاصطناعي. فكانت دبي تحاول المحافظة على هذه التجارة بعد اندثارها، فقامت بإنشاء بورصة دبي ب 2007، والتي تعتبر المنصة التجارية الأولى والوحيدة المتخصصة باللؤلؤ. عمليات التداول في بورصة دبي للؤلؤ تتم بسرية تامة، ويمنع دخول أي شخص خلالها، والبورصة لا تقوم بعملية المتاجرة مباشرة، بل يقوم أعضاؤها بالتصدير مباشرة إلى الأسواق. حجم المبيعات كان قد ارتفع بعد إنشاء بورصة اللؤلؤ في دبي من 22 مليون درهم في 2007، ووصل إلى 95 مليون درهم خلال 2008. هذه شكلت زيادة بنسبة 324%. نلقي نظرة سريعة على أسعار اللؤلؤ. سعر العقد المصنوع من اللؤلؤ الطبيعي يتراوح بين 1,362,000 دولار و1,634,000,000. أيضا يختلف من بلد إلى آخر. الأسترالي يبلغ سعره 32,000 دولار، نفس العقد الأسترالي، لكن المصنوع من الطبيعي يبلغ 272,000 دولار. أما أشهر هدية عقد لؤلؤ كما يتذكره الكثيرون، فهي التي أهداها المرحوم الشيخ زايد لكوكبة الشرق أم كلثوم عندما جاءت وغنت في أبوظبي، وعندها أنشدت له بعد أن أهداها هذا العقد قصيدتها وأغنيتها المعروفة القلب يعشق كل جميل.